زي كده. طيب هل ده هي المواد الخام بس هي اللي بتعمل كده؟ المواد الخام اللي بنجيبها منين؟ من اوروبا، انا عارف ان احنا بنجيب كمان من الصين، عارف اننا بنجيب من الهند، اكيد كل ده يأثر. بس الدواء المصري والدواء الاجنبي الاتنين بيشتغلوا بنفس الكفاءة المفروض وبنفس المادة الفعالة. سبب الأزمة حسب لجنة الصحة بيقولوا إن هو تقصير الحكومة بشكل عام. النائبة راوية مختار قالت اللجنة ناقشت خلال أسابيع الأزمة بحضور ممثلين من هيئة الدواء وهيئة الشراء الموحد، ولقوا إن السبب الرئيسي هو عدم توافر الدولار، لأن الأدوية بيتم استيرادها، فوزارة الصحة اتجهت لتصنيع الأدوية. هو احنا لسه بنتجه دلوقتي لتصنيع الأدوية؟ ده احنا من أعرق الدول في تصنيع الأدوية، ده احنا من أرخص الدول في سعر الأدوية، لدرجة إن الأدوية بتتهرب من مصر للخارج لأنها مؤثرة، لأنها فعالة، ولأنها رخيصة. خلينا نعرف أكتر من النائبة المحترمة الدكتورة راوية مختار، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب. أهلا وسهلا سيادة النائب. أهلا بحضرتك أستاذ أسامة. دكتورة راوية، يعني حضرتك النهاردة تحدثتي في الموضوع، واللجنة كلها بقى لها واضح أسابيع بتشتغل على هذه القضية اللي بتمس حياة البشر هنا في مصر. هل ما وصلنا إليه هو فعلا كل المشكلة ولا بعض من هذه المشكلة؟ خليني في البداية أرحب بحضرتك وبالسادة المشاهدين. ثانيا أنا بالفعل قدمت بطلب إحاطة تم توجيهه لرئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة ورئيس هيئة الدواء المصري ورئيس هيئة الشراء الموحد، وكان بسبب نقص الأدوية الملاحظ في الأسواق المصرية، وخصوصا الأدوية الأمراض المزمنة زي الضغط والسكر والأورام وبنج الأسنان، وطبعا المستلزمات الطبية المختلفة خصوصا في المستشفيات التخصصية زي العظام والقلب. لقينا نقص جامد جدا في المفاصل والشرايح والمسامير والصمامات، والناس العمليات للأسف الويتنج ليست بدأت، الموضوع زاد، دخل في 6 شهور وتسع شهور. ومش هننسى ان السيد الرئيس كان اطلق مبادره للانتهاء من قوائم الانتظار. صحيح. لما تناقشنا في اللجنه بسبب في طلب الاحاطه ده، للاسف كان كل المبرر اللي بيتم تداوله نقص الدولار. انا متفهمه تماما ان قله توفير الدولار وقله توافر تداول العمله ده بيأثر بشكل كبير جدا وملحوظ على عمليات الاستيراد في مختلف القطاعات. لكن ما ينفعش ان ده يبقى مبرر لكل الازمات اللي احنا بنمر بيها، خاصه لو كانت بتتعلق بصحه المواطن المصري. بحياته، حضرتك بتتكلمي عن حياته بقى مش صحته. حضرتك كمواطن مصري اكيد تابعت زي اي مصري خلال الساعات اللي فاتت تراجع سعر الدولار في السوق السوداء. ايه سبب تراجعه؟ ان احنا اتعاملنا بحكمه وحنكه وشددنا الدور الرقابي لجميع اجهزه الدوله. فبالتالي تراجع. ليه لازم تحصل الازمه وتتفاقم علشان نبدا نشتغل؟ احنا في مصر عندنا، احنا شهدنا في السنوات اللي فاتت تطور وطفره رائعه في القطاع الصحي. يا استاذ اسامه احنا عندنا في مصر ما يقرب 180 مصنع دواء، بجانب مشروع اللي هو المشروع كان الاضخم. متوقفين بقى ولا شغالين؟ وطبعا مدينه الدواء شغالين. عندنا شغالين، ده احنا عندنا يعني المشروع الكبير جدا في قطاع الادويه اللي هو مدينه الدواء جبتو فارما اللي في محافظه القليوبيه. فانا بالنسبه لي الموضوع كان غير مبرر وغير مفهوم، ان ازاي انا امتلك 180 مصنع بالاضافه لمدينه الدواء ويحصل عندي الازمه. طب دي هسال حضرتك سؤال برضو مهم. احنا طبعا عندنا الدواء مسعر بمقتضى وزارة الصحة، عندها أجهزتها اللي بتسعر الدواء. النهاردة مع ارتفاع سعر الدولار، خلينا نتكلم على ارتفاعه وليس تكلفته أو ليس توفره، فبالتالي هل كنا محتاجين إجراءات أسرع في إعادة التسعير حتى لا تتوقف المصانع عن الإنتاج؟ لأن بعضهم بيقول إحنا كل ما بننتج أكتر كل ما بنخسر أكتر،
رأيكم ايه في هذا الموضوع؟ لا طبعا احنا كنا محتاجين سرعة اكتر، ومحتاجين سرعة تصرف لحل الازمات. احنا محتاجين ان احنا نفهم المواطن المصري ان العلاج المستورد هو نفس العلاج المصري طالما نفس المادة الفعالة متوفرة في الاثنين. انا اللي بيشتغل على المرض اللي بيكون عند المواطن هي المادة الفعالة. عايز اقول لك حاجة دكتورة، يعني انا بشتغل في الاعلام بقالي اكتر من 40 سنة، وبنناقش نفس الجملة اللي حضرتك قلتيها دي من اكتر من 40 سنة، ولم يقتنع المواطن ان المادة الفعالة هنا هي هناك، وبالتالي عليه بالدواء المصري، فلما بيلاقي قدامه فرصة المستورد بيروح. 40 سنة انا بكلم حضرتك في هذا الامر وهذا الموضوع، وناقشته مع عدد من الوزراء المحترمين، بعضهم غادر عالمنا وبعضهم موجود، وبعضهم موجود في مجلس النواب ولجنة الصحة، يعني ناقشنا ده، ولكن هناك حالة من عدم القناعة بده، زائد ان المصري مش متوفر. زائد ان المصري مش متوفر، وانا كحكومة مش عارف اقنع المواطن بالدواء المحلي اللي عندي. معلش، هو الدواء المستورد بيفرق عن المحلي؟ العلبة شكلها كويس، متغلفة كويس، طريقة التقديم نفسها للمواطن بتكون كويسة؟ لا خالص خالص يا سيادة النائب، المواطن البسيط ما بيشتريش علبة، المواطن البسيط بيروح يشتري شريط، ما هوش قادر على حق هو العلبة. هو مقتنع من الطبيب ان العلاج، يا استاذ اسامة احنا عندنا ازمة ان الطبيب لما بيكتب الدواء خلاص هو المريض مقتنع ان الطبيب المسمى اللي الدكتور كاتبه هو ده اللي هيشتغل معايا، انما انت لو جيت قلت له طب في البديل بتاعه هو ما بيقتنعش بيه، وده خطا. ده طيب. المفترض ان الطبيب، انا على فكره طبيبه وطبيبه اسنان، فالمفترض ان انا بقول عشان كده حضرتك عارفه ان بنج السنان مش موجود، وكان عندنا ازمه وللاسف ما اتعلمناش من الازمه وما عملناش حسابها. المفترض ان انا كان عندي ازمه، فالمفترض ان انا ابدا ادرس الازمه دي هتتحل ازاي، علشان لما اتحط في ازمه زي ازمه نقص الادويه اللي حصلت دلوقتي كان هيبقى عندي سرعه تصرف. هي دي الفكره، ان احنا محتاجين طيب نتعلم من ازماتنا. الحلول، هل طرحتوا حلول لموضوع توافر الدواء، ولا هذا الموضوع لسه محل نقاش مع الحكومه؟ احنا في كلجنه صحه بنناقش الموضوع، بس من وجهه نظري انا الشخصيه كروية مختار النائبة، حل أزمة الدواء هو الرقابة. احنا عندنا على فكرة، وده مش لأزمة الدواء بس، الرقابة على مين يا فندم؟ الرقابة على التجار وعلى شركات الأدوية وعلى التداول وعلى الصيدليات، على كل شخص بيتم تداول الدواء من خلاله. وعلى فكرة ده مش في الأدوية فقط، ده في كل السلع اللي احنا يعني الرقابه ستحل هذه المشكله بعيدا عن توافر العمله او عدم توافرها. اي نعم، ما اقدرش انكر ان قله توفر الدولار عامل ازمه. واللي هيقول غير كده هيبقى يعني بيقول كلام مش مظبوط. صحيح. وده فعلا عامل ازمه، لكن مع الرقابه الازمه هتكون اقل، مش هنوصل للي احنا وصلنا له. تمام. أنا بشكر حضرتك شكرا جزيلا، النائبة المحترمة الدكتورة راوية مختار، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب. احنا بنلف اللف، وفي كل موضوع بنرجع لنفس النتائج.